تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لم يقل الطاعة ولم يقل البر ولم يقل عدم العقوق، بل كل هذه أمور بديهية ما فوق هذا الإحسان، لأن للوالدين مكانة عظيمة. السبب المباشر لوجودك في الحياة، ومن هنا كان الإحسان إليهما ليس وقفا على حياتهما فحسب، بل حتى بعد وفاتهما. ما جاء الرجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما من بعدهم. أن تدعو لهما، أن تستغفر لهما، أن تصل الرحم التي لا توصل إلا بهما، حتى الصديق أن تكرم صديقهما. لدرجة أن سيدنا عبد الله بن عمر لما وجد عربيا ونزل وأركبه مكانه وأعطاه عمامته وقالوا له: هذا من الأعراب يكفيهم القليل، قال: إن أباه كان ودا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، كانوا يقتلون أبناءهم من إملاق يعني من فقر، نحن نرزقكم وإياهم. فرزقكم الذي تخافون عليه نحن المتكفلون به، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالرزق تكفل به الرزاق ذو القوة المتين. فلا تعتدوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أو من فقر، نحن نرزقكم وإياهم. وتمضي بنا الوصايا الكريمة من عدم الإشراك بالله إلى البر والإحسان للوالدين، إلى عدم قتل الأبناء نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما كل ما يفحش فعله نجتنبه، نجتنب الظاهر منه ونجتنب الباطن لتنقية المجتمع وليظل صافيا طاهرا بعيدا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبعيدا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. وتستمر الوصايا معنا بعد
النهي عن الاقتراب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ما هو هذا الحق؟ السنة النبوية مفسرة للقرآن توضح لنا هذا الحق الذي قال عنه رب العزة سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هو